السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. اليوم سوف نأخذ درس جديد بعنوان من أجل مصر، وهو من دروس النصوص. طيب، اسم الدرس عندنا اسمه من أجل مصر، وهو حديث شريف. فالأول هنقرأ الحديث وبعد كده سنتناول الشرح باللغويات ومواطن البلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. نقرأ الحديث تاني: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. طيب، نركز كده في الحديث. أول حاجة هنعرف معاني المفردات، ثم بعد ذلك سنتناول الشرح والمواطن البلاغة. ستفتحون يعني تمتلكون، والمضاد تفقدون. أرضا يذكر فيها القيراط، هو يقصد هنا مصر. إحنا عنوان الدرس بتاعنا من أجل مصر، فمقصود بأرضا يذكر فيها القيراط هي مصر. والقيراط هو جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وهو أيضا وحدة قياس للأرض، وحدة قياس للأرض والجواهر الثمينة. وكل 24 قيراطا من الأرض تسمى فدانا. يبقى أنا كل ما هعد 24 قيراط يبقى أنا كده عندي إيه؟ فدان. والجمع قراريط. يبقى تاني القيراط، كل قيراط لوحدها بس أركز في معناها، هي إيه؟ هي جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وهو وحدة قياس للأرض والجواهر الثمينة. وكل 24 قيراطا من الأرض تسمى فدانا، والجمع قراريط. طيب، لو قلت كلها على بعضها أرضا يذكر فيها القيراط، يبقى المقصود بيها مصر. فاستوصوا بأهلها خيرا، يعني أحسنوا معاملة أهلها. وجمع أهل أهال وأهلون، والمضاد ومضاد كلمة خيرا شرا. ذمة عهد وأمان وكفالة. يبقى ذمة معناها إيه؟ عهد وأمان وكفالة، والجمع ذمم. طيب، ورحما، رحما بمعنى قرابة، والجمع أرحاما. طيب، نيجي بقى للشرح. احنا كده عرفنا المعاني. طب عايزين بقى نفهم الحديث الشريف ده من أجل مصر في إيه، يعني ليه بيتحدث عن مصر. وبعدين احنا لو نظرنا في الحديث هنلاقي إن هو ما ذكرش كلمة مصر خالص، هو قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. يعني في الحديث ما قالش كلمة مصر. طب عرفنا مين إن هو يقصد مصر؟ أولا، أول حاجة إن إحنا إيه، هو كانت في مصر قديما كانوا يستخدموا القيراط. ليه؟ طب يعني ده إشارة لإيه؟ طب إشارة لما هو يقول بقى أرضا يذكر فيها القيراط، ده إشارة واضحة إلى مصر، لأن أهل مصر كانوا يكثرون من في استعماله في حياتهم والحديث التحدث به. يبقى ده إشارة واضحة إن هو بيتحدث عن مصر لما يقول أرضا يذكر فيها القيراط، أرض مميزة بإن هي تستخدم القيراط، يبقى هنا يقصد مصر. طب الرسول بقى بيوصي بإيه في الحديث ده؟ هو بيقول إن أنتوا هتفتحوا أرض، الأرض دي تستخدم القيراط، هي أرض مميزة إن هي تستخدم إيه؟ القيراط، وتكثر في استعماله. طيب، مالها الأرض دي؟ الرسول بيوصي بأهلها خيرا. طيب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي من أجلها خلفائه وأصحابه وقواده أن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة. يبقى هو بيوصي أن يعاملوا أن خلفائه يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة. طيب ليه؟ اشمعنى؟ قال لي والله لأن المصريين ما بينهم وما بين العرب إيه؟ صلة. إيه هي الصلة دي؟ ويقول لي فإن لهم ذمة ورحما، لأنهم أصحاب حرمة وحق ورحم. طيب، ذمة عارفين ان هو ايه؟ ذمة ان هم اصحاب عهد وامان. طيب، رحما ازاي بقى في علاقة رحم ما بينهم وما بين العرب؟ قال لي والله وقد جاء حق المصريين في هذه المعاملة الكريمة من ان لهم رحما، يتمثل في ايه؟ في ان السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل ابن
نبي الله إبراهيم عليه السلام من المصريين. يبقى السيدة هاجر من المصريين زوجة سيدنا إسماعيل إبراهيم وابنها إسماعيل، كما أن ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم كانت أيضا من المصريين. يبقى أنا عندي، إحنا طبعا عارفين إن صلة الرحم هي تتصل بالإيه؟ بالأم، لأن علاقتك بأقارب والدك هي إيه؟ متصلة بالاسم، أنت اسمك على اسم والدك فليك علاقة بالاسم. طيب عائلة الأم أنت ليك علاقة بيها باسمها صلة الرحم. طيب إيه علاقة العرب بالمصريين؟ قلنا علشان لو بصينا من جهة الأم فإحنا عندنا اتنين، عندنا السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، ده أول حاجة. تاني شخصية مين؟ ماريا القبطية أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفى طبعا صغيرا، وهي أيضا من المصريين. فكده يبقى في صلة رحم، ولذلك وصى الرسول على مين؟ على المصريين. ففي هذه التوصية تشريف وتعظيم لها لمكانتها في التاريخ قديما وحديثا. يبقى هنا لما أجي يسألني أفادت إيه التوصية دي، يبقى إيه؟ أفادت إن فيها تشريف وتعظيم لمصر ولمكانتها في التاريخ قديما وحديثا. طيب ده كده الشرح. نأخذ بعض مواطن الجمال وبعض مواطن الجمال البارزة في النص. جملة، نركز الأول لما يجي أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة صلى الله عليه وسلم دي هي جملة تفيد الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تكريم وتشريف له. دي أول حاجة. ندخل بقى في النص من أوله. إنكم ستفتحون أرضا، إنكم ستفتحون أرضا دي أفادت إيه؟ أفادت أول حاجة تعبير فيها، أول حاجة أنا عندي فيها أربع مواطن جمال أو مواطن بلاغة. أول حاجة تعبير جميل فيه معجزة ظاهرة، وهي الإخبار بأمر غيبي أنا مش عارف، اللي هي بتخبرني بحاجة أنا معرفهاش، اللي هي إيه؟ فقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت مصر بعد وفاته على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. هنا الرسول بيقول إنكم ستفتحون، يبقى ده حاجة في المستقبل، حاجة غيبية أنا معرفهاش، فهي إثبات إن دي معجزة، إن الرسول عارف إن سوف تفتح مصر وإن هي إيه؟ يدخل فيها الإسلام. تاني حاجة أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن. طيب والسين في كلمة ستفتحون تدل على المستقبل، أنا هم وقت الرسول ما كان بيتحدث ده ما كانش لسه اتفتحت مصر، يبقى السين أنا عندي سين هنا بتدل على الإيه؟ المستقبل القريب. طيب تنكير كلمة أرضا، إنكم ستفتحون أرضا، يده يفيد إيه؟ يفيد التعظيم. طيب تاني حاجة يذكر فيها القيراط، هو أنا قلت يذكر ولا يذكر؟ يذكر. طيب هنا الفعل مبني للمجهول، شاطرين. طيب الفعل المبني للمجهول هنا يدل على ايه؟ على كثرة الذاكرين، يبقى ناس كتير ايه هي التي تذكر. يبقى هنا بناء الفعل يذكر، يبقى هنا للمجهول الدلالة على ايه؟ على كثرة الذاكرين. تقديم، طيب انا عندي قلت يذكر فيها القيراط، يذكر فيها القيراط، المفروض هنا فين الفاعل او نائب الفاعل؟ نائب الفاعل عندي هنا كلمة القيراط. طب انا ما جبتهاش ورا الفعل وفصلت ما بينهم بحرف الجر، فعندي هنا تقديم الجار والمجرور فيها يفيد ايه؟ التخصيص والتوكيد. فاستوصوا باهلها خيرا، يبقى هنا اسلوب امر اول حاجة، فاستوصوا اسلوب امر واجب التنفيذ، يبقى هنا الرسول امر بان هو ايه؟ الامر ده واجب التنفيذ، يبقى اسلوب امر واجب التنفيذ. طيب تاني حاجة في كلمة فاستوصوا بأهلها خيرا، تعبير جميل يدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل مصر، وبرده عملنا تقديم وتأخير بإيه؟ بالجار والمجرور، أنا قدمت الجار والمجرور على المفعول به، وهذا يفيد إيه؟ الاهتمام بالمتقدم، متقدم اللي هو مين؟ اللي هو أهلها. أنا عايز أبين كلمة أهلها الأول، يبقى أنا عايز أهتم بهم الأول، يبقى أنا هجيبها قبل المفعول به.
طيب، فاستوصوا بأهلها خيرا. كلمة خيرا هنا نكرة ولا معرفة؟ برافو، نكرة. يبقى جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول لكل أنواع الخير. فإن لهم ذمة ورحما. أول حاجة فإن، يبقى أسلوب مؤكد بإن، والجملة تعليل لما قبلها. أنا ليه هستوصي بأهلها خيرا؟ يبقى ليه؟ أنا عندي يبقى التعليل اللي هو إيه؟ فإن لهم ذمة ورحمة، علشان لهم ذمة ورحمة. طيب، الجمع ما بين ذمة ورحمة يدل على إيه؟ يدل على قوة العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية وضرورة الجمع بينهما في العلاقات التي تربط بين الناس. طيب، كده إحنا أخذنا مواطن الجمال في النص، وإن شاء الله سوف يشرح النص بالتفصيل في الحصة. وإلى اللقاء طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي.